احنا معانا مداخلة تليفونية مع المطرب الكبير أستاذ مدحت صالح. صباح الخير يا فندم، وصباحك خير دايما. وأستاذ حلمي بيصبح على حضرتك. وسؤالي، حضرتك اشتركت في أغاني انتصارات أكتوبر ولا لأ؟ حلمي بكر، بالنسبة لأول مرة أشارك في أغاني انتصار أكتوبر كنت مع أبلة فضيلة باسم محمد صالح، أيوة. وكان في حدود تقريبا سنة 77 78 في يعني في التوقيت ده، تقريبا بعد الرحلة الشهيرة بتاعت الرئيس السادات الله يرحمه للقدس. وغنيت غنوة موجودة في أرشيف الإذاعة مع أبلة فضيلة اسمها سلمى يا سلامة، كانت كلمات الأستاذ فؤاد بدوي وألحان الدكتور يوسف شوقي. دي أول حاجة اشتركت فيها. وبعدين بعد بقى ما بقيت مدحت صالح بقى بتغيير الاسم ده، يعني الأستاذ حلمي بقى يعني يقدر يحكي لك عليه، بقيت بشارك في كل احتفالات أكتوبر حتى هذه اللحظة، وده شرف كبير ليا وتاج على راسي. طيب سؤال حضرتك، يعني ما تأثير أغاني انتصارات أكتوبر عليك بعد كده؟ ما فيش شك ان الاغاني الوطنيه بتعمل تاثير ايجابي وبتعمل تاثير مفيد جدا، وخصوصا لما بيكون الاعمال بتشاور على الانتماء وعلى غلاوه الوطن وعلى قيمه الوطن وقيمه الارض وقيمة إن إحنا نكون كلنا على قلب راجل واحد، أكيد بتعمل تأثير كبير وبتعمل فرحة كبيرة. طيب حضرتك، إيه اللي قلته جديد وترك علامة؟ ويا ريت بقى تسمعنا حاجة بصوتك النهاردة كده على الصباح. مش هقدر أحدد بالظبط إيه اللي قلته جديد، لأن يعني كل ما بيبقى فيه مناسبة بنقول حاجة جديدة، لكن أنا يعني أتمنى إن أنتوا تقدموا للناس أغنية كنت غنيتها قدام سيادة الرئيس اللي هي بتقول مصر جاية، ودي هت هت يعني هتعفيني الصبح من إن أنا أغني على الصبح كده، يعني في إن الناس إن شاء الله تستمتع بيها. وأنا أشكركم جدا على اليوم الجميل. واحنا بنشكر حضرتك جدا، وكانت معانا مداخلة من الأستاذ مدحت صالح.